المؤلف رحمه الله تعالى. فصل فيما ولا ولا تا وإن المشبهات بليس. بارك الله فيك. بارك الله في أعمال ليس أحملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك وسبط حرف جر أو ضرب كما بأنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بمرسم حيث حل وبعدما وليس جرا بل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر في النكرات أحملت فليس لا وقد تلي لا تهو إن ذا العمل وما لي لا تهدي سوى حين عمل وحذف ذرة فشاء والعكس قد. قال يا ما ليس أحملت ما ليس ترفع وليس وتنصب الخبر أعمل ما إعمالها بشرط أن لا يقترن اسمها بإن وأن لا ينتقض النفي وانتقاض النفي إما أن يقترن خبرها بإلا أو أن تتكرر أو يبدل من خبرها مثبت فتقول ما هذا بشرا هذا اسمها وبشرا خبرها منصوب. في آية أخرى ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه سورة المؤمنون انتقض النفي بإلا بطل عملها لأنها تعمل تشبيها لها بليس وليس ما فيها. كذلك لو قلت ما إن زيد عالم لا تعمل لاقتران اسمها بإن كذلك لو أبدلت من خبرها مثبتا فقلت ما زيد شيء إلا شيء لا يعمل به لا يعبأ به كذلك لا تعمل. كذلك لو كررتها لأن نفيا نفي إثبات تقول ما زيد عالم بالغائب لا تعمل. وبنو تميم لا يعملونها شيئا ذلك تسمى ما الحجازية. بنو تميم كانوا يقرؤون القرآن بلغتهم يقول ما هذا بشر ما هن أمهاتهم. واضح؟ أنا أقول إعمال ليس وعملت ما. الشرط الأول أن تكون دون أن مع بقى النفي وذلك ثلاث أشياء وترتيب زكن يشترط الترتيب أن لا يسبق خبرها اسمها ولا يتقدم معمول خبرها على اسمها فتقول ما زيد قارئا كتابك. لو قلت ما قارئ زيد كتابك ألغيت ولو قلت ما كتابك زيد قارئ بطل عملها لتقدم معمول الخبر على الاسم. واضح؟ أنا أقول يترتب زك. وشذ قول الفرزدق رحمه الله تعالى إذ هم قريش وإذ ما مثلهم أحد قدم الخبر وأعملها قالوا تميمي أراد أن يتكلم بلغة حجازية فغلط. واضح؟ واضح؟ قال ما بأتصف سبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معي أجاز العلم إذا كان معمول خبرها ظرفا أو جارا ومجرورا وتقدم على اسمها لا حرج لأنه كلا شيء فتقول ما في الدار عمرو جالسا ما بي أنت معنيا أجاز العلم. واضح؟ ورفع معطف بلكن إذا عطفت على خبرها بلكن أو بل رفعت تقول ما زيد عالما لكن جاهل ما زيد عالما بل جاهل ترفع ما بعد إذا عطفت ببل وبلكن رفع ما بعدهم على أنه خبر لمبتدأ. واضح؟ فإن عطفت بغيره لكن وبل نصت تقول ما زيد عالما ولا تقيا ما قوله بعد ما وليس جرا بالخبر وبعد لا ونفي كان قد يجر. قال فكن لي شفيعا يوم لا ذي شفاعة بمغلم جر الخبر وبعد لا وكذلك بعد نفي كان وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذا يدشع القوم أعجلوا الشنفر اليمني. أنا أقول وبعد لا ونفي كان قد يجر. أقرأ وبعد لا في النكرات لا تعملوا في النكرات لا بد أن يكون اسمها وخبرها نكرتين في النكرات وعملتك ليس لا ترفع اسمها وتنصب خبرها تقول تعزف لا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقية. واضح؟ لا بد أن يكون في الشعر ولا بد أن يكون معمولها نكرتين. قلت لي لا تو إن ذا العمل كذلك إن تعملوا هذا العمل يعملها بعض أعضاءهم أهل العالية وقرئ بلغتهم إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم وبعض النحاة لا يذكروا إن إن هو مستوليا على أحد إن المرء ميتا من قضاء حياته. واضح؟ ولا تتعمل هذا العمل لكن بشرط أن يكون معمولها أن يكون في الحين خاصة. شرط لا تعمل إلا في الحين خاصة لا ساعة من دم لا ساعة خير على الكفار ولا تحين مناصب ولا تجمع العرب بين معموليها والغالب حذف اسمها وبقاء خبرها كالقراءة ولا تحين مناصب وربما عكسوا وقرئ ولا تحين مناصب
بإبقاء الاسم واحد بالخبر وتقدير ولا تحين معاصي لهم أنا قولي وما لي لا تلبي سوى حين عمل وحذف للرفع الاسم مشى والعكس وهو حذف الخبر قل الله صلى الله عليه وسلم.